السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. كما كتشوفوا من العنوان هذه الحلقة الحقيقة هي بغيت نقدمها ك يعني اعتراض على واحد الأشخاص اللي ضايقوني في الحقيقة. مهم سمحوا لي الناس اللي غادي نهضر عليهم يسمحوا لي، ولكن راهم ضايقوني بالفعل. إذن تعرض قناة دي دو سامدي لهجوم مكثف لبعض الطفيليين. يعني هل يعقل ان المتابعين ديال القناه ديالي يعني على مر السنين انهم يتحولوا انهم يبقاو يحاربوني، يعني يحاربوا القناه ديالي بعد ما كانوا من المؤيدين ديال القناه 100%، وكانوا كيتعاملوا معايا بواحد طيبوبه. انا غادي نقول لكم السبب مناش. إخواني في الله، كاين هناك العديد من القنوات خصوصا القنوات المصرية يعني مشهورة، هما صديقة للقناة ديالي، يعني هما مختصين كذلك في تربية الأرانب. سمو كنديروا بعضياتنا، كنديو من عند بعضياتنا. كاين شحال من مصري كيدي من عندي الفيديوهات ديالي، واخا كنكون انا داير افكار حصرية وافكار جديدة. كاين نوع اللي كيطلب مني الاذن، كيراسلني كيقول لي انا راني باغي ناخذ من عندك الفيديو فلان فلاني، كنقول له مرحبا، لان اليوتيوب اصلا هو ارض خصبه، يعني ممكن لاي واحد انه يتلقى المعلومه كما بغى كما 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 بغى، يعني ممكن انه يعطي المعلومه، ممكن ان اي شخص يتلقى المعلومه بسلاسة وبسهولة في هذا اليوتيوب. لكن كاين القضية، كاين ان الجمهور ديال واحد القناة مشهورة ما يمكنش انا نجي ونطفل على يعني المشاهدين ديالو نديهم له. هذا هو يعني الموضوع اللي باغي نهضر عليه في هذا الحلقة، وهو يعني انا في الحقيقه مع من كنتعامل مع الاسر الفقيره، يعني كنحاول ان نقدم مواضيع بسيطه، يعني اللي علاش كندير هاد المشاريع هادو باش نحسن الدخل ديال هاد الاسر هادو، ولو بمعلومات يعني بسيطه، ولكن هي في الحقيقه ملي بقيت كنشوف لي كومونتير كنحس بلي ان انا كنفيد الناس، والحمد لله هادشي عاجبني، هادشي جميل. كل شيء، وكاين الناس اللي عاوتاني ما دايرينش هذا الشيء كمشروع، دايرينو غير انهم يستافدوا من اللحوم. كاين الناس اللي ما راه كاينين في لي كومونتير، كاين واحد السيده اللي عندها ولدها ما داير له الطبيب انه ياكل غير اللحم ديال الارانب. يعني كتاخذ عندي معلومات، وانايا فرحان لان قدرت انني نساعد ولو بموضوعات بسيطة، أنني نساعد الناس أنهم يديروا مشاريع ويربحوا من هذا القطاع هذا. كل شيء مزيان لحد الآن. أما باش يجي واحد المتابعين أوفياء للقناة منذ سنين ويحاربوا على هذه القناة ويجابوا على الرسائل ديالي، يعني كيجاوبوا بحالي انا اللي راني مجاوب، هذاك الشيء انا في الحقيقه ما نقبلوش، لان هذه محاوله باش يطيحوا القناه. هذه بحالي كيروموا القناه، يعني الجمهور ديالي كيروموه باش يمشي. هما سمو كيديروا في الحقيقه، هما باغيين يديروا قنوات. الا يديروا قنوات ماشي مشكل، يعني الا مشات جا عندي شي واحد وطلب من عندي الاذن انه يحط عندي شي رابط مثلا ديال شي فيديو، ولا الناس اللي كيقولوا دعموني، ماشي مشكل. اما باش يبقاو يدخلوا المشاهدين ديالي ويبقاو يروموهم ليهم، مع العلم اننا الناس اللي كنعرفهم منذ سنين، هذا هو اللي بقى فيا الحال بزاف. لان شحال من واحد كيصحاب بلي راه هاد القنوات هادو يعني ساهل باش ديرهم،
لا لا ماشي ساهل، خاصك دير واحد المجهود. لاحظوا انني كندير هذه القناه هذه، راني غادي معاكم سنين. اذا كما قلت لكم غادي يوميا في هذا المجال هذا. بغيت دير شي قناه مرحبا، ماشي مشكل، انا ممكن انني نساعد الناس انهم يديروا هذا مثل هذه القنوات. الربح كاين الربح الحمد لله، الا درتي مجهود وقدرتي انك دير فيديو في النهار مثلا، ودير موضوعات جديده، ودير يعني بواحد يعني جوده في الفيديو، ممكن انك تبقى تربح من اليوتيوب. وانا كنشجع الناس اللي باغيين يديروا قنوات، غير ماشي يديروا يعني يحاربوا قناه باش يبانوا هما، هذاك الشيء يعني في الحقيقه حتى واحد ما غادي يقبله. الا كون جاني شي واحد وقال لي دعمني ماشي مشكل، انا نحط الرابط ديالو، نحط فيديوهات ديالو، نقول للناس راه بصح فيديو عجبني، وغادي يكون هناك نقاش، ماشي مشكل. هذا الفيديو زين، هذا ماشي زوين، هذا الشيء اللي داير معايا مع القنوات المصريه. اغلبيه ديال القنوات المصريه كيعرفوني، كيتعاملوا معايا بالرسائل، المهم كنتبادلوا معلومات مزيان، ولكن ما كاينش هناك حرب، لا كاينه منافسه شريفه. هذه كي كتنوض في الصباح كتبحث على مواضيع، ماشي مشكل، بحث على مواضيع ودير شوف الاحسن، شوف المطلوب، وكونوا متاكدين ان هادشي راه فيه مجهود كبير بزاف، لان باش دير فيديو يوميا وتجاوب على لي كومونتير اللي كيجيوني بزاف بالمئات، كيجيوني لي كومونتير وكان نقطعهم الوقت ديالي وكنجاوب عليهم، هادشي حب في القناه وحب في المشاهدين ديالي اللي ولاو كاسره. يعني انا فرحان لان دابا ولا عندي اسره في هذا المجال هذا، ماشي ما كنعتبرش انايا باللي هاد الناس راهم يعني غرباء، يعني غرباء، لا كنقول باللي هاد الناس راهم ولاو كاسره. يعني كنعتبر باللي لن الرجال ولا النساء ولا الاطفال كلهم اللي كيتراسلوا معايا كنحس بان هذا الشيء ولا اسره. والحمد لله القناه غاديه وكنتخلص مزيان الحمد لله من هذه القناه. كاين مجهود ولكن هذاك المجهود كاين عاوتاني النتيجه. والحمد لله يعني هذا يعني انا كصاحب قناه عندي مدخول خاص ديالي، عندي الحرفه ديالي، عندي الرزق ديالي، الحمد لله راني عايش مرتاح. ولكن كاين هاد المشاريع هادو انا بغيت نوصلهم للناس، لان مشروع بسيط وجربته لقيته ناجح وانا كنربح منه مزيان، عندي واحد المعرفه لا باس بها في هذا الشيء ديال، ولما لا دابا كنت لا باس به، دابا وليت ممتاز الحمد لله، وليت نعرف الامراض ديال الانانيب، وليت نعرف كيفاش نتعامل، كيفاش نبيع، طريقه التصوير، طريقه الاكل، طريقه اي حاجه كان يعني كان نطبقها، ما كنبخلش على المشاهدين ديالي. وكاين عاوتاني قنوات اللي كيبخلوا كيقدموا مواضيع يعني تافهه، يعني ما غاديش تفيد، انا لا كنمشي للصميم ديال الموضوع، وكنحاول انني ما نديرش واحد موضوعات باهته، لا كندير موضوع يعني في الصميم. وكيشكروني الناس الحمد لله. الموضوع هو ديالي هذا النهار، كنقول لهاد الناس اللي راهم كيحاربوني يعني اتقوا الله، لان هاد الشيء راه ماشي ساهل اللي راكم كديروا، ماشي غادي تجيو غادي تاخذ واحد المشاهدين لواحد القناه وصافي وغادي تولي قناتك انت كتخلص منها. هما باقي يقلبوا غير على الفلوس، الناس هادو اللي كيديروا هادشي كيقلبوا على الفلوس، ولكن كونوا متاكدين ان هادشي راه فيه مجهود، وانا يا راني هادشي اللي كنديروا انا راه هو كيسميوه السهل الممتنع، واخا تشوفوه ساهل راه ما عمركم غادي توصلوا لهادشي اللي راني كندير، لان هادشي انا توغلت فيه وصبرت وسنين وانا كنقدم مواضيع، وليت يعني محترف في هادشي. يعني الناس راهم كتشوفوا بلي راني كنقدم مواضيع الساعه، والحمد لله الناس راهم كيستافدوا مني. هادشي راه ماشي ساهل، اللي بغى يدير شي قناه مرحبا به، ممكن انه يطلب الدعم ولكن ماشي يحارب. هذا هو الموضوع ديالي ديال هذا النهار، كنشكركم بزاف وكنشكر المشاهدين ديالي. و اذا كانت شي تفسيرات انا راه الاشاره ديالكم راني
نجاوب بشكل يومي على التعاليق ديالكم. مرحبا بكم في القناة ديالي. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا وتكيو على زر جيم باش تساندوا نزيدوا القدام، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.